العصر والعصر، اي عصر اي عصر، ان الانسان لفي خسر. ده قرار، ده قرار مؤكد، ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما تنساش دايما كل ما تشوف حد من حبايبك وصي ويوصيك عشان تخش فيه. ولذلك كان زمان الصحابه او التابعين ومن سار على نهجهم اما كانوا يقابلوا بعض يوم يقول له السلام عليكم ورحمه الله، يقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل الصبر. يقولوا بعد كده عشان يخش فيها، ما هو الا ان الانسان لفي خسر كله. الا دي، عشان كده اوعى تنسى ان تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر بمناسبه ومن غير مناسبه. والله في مناسبه قول، ما فيش مناسبه اقراها له، اديها له قران واقراها لك وانت تقراها له خلاص. فهمت؟